السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه الاخيره من مسلسل المختفي. عفاكم اخوتي، ما تنساوش تشتركوا عندنا في القناه، الله يسر امركم والله يفرحكم ويسعدكم يا ربي. اشتركوا عندنا في قناتي انا علي، ومرحبا بكم في الاحداث ديال هذه الحلقه. بالنسبه للحلقه، فغنكتشفوا انه زبيده من كاع دوك الخطط اللي كانت باغا ديرهم هي وبلال باش انهم ياخذوا الوكاله لزينب باش انهم يتصرفوا لا في الجريده لا في زبيده تقدر تتصرف على الوصيه ديال على الدري اللي هو ادم. فبعد ما الخطط هادو كاملين فشلوا، فغادي يشوفوا بانه بصح نيت زينب ملي غادي تخرج من السجن غادي يشوفوا بزاف ديال الحقائق اللي غادي تبان على الابن ديالها اللي هو ادم. ما غاديش يبقى يتفاهم مع الام ديالو ولو انها توحشها وبغى يشوفها وهذا، ولكن هادشي غيكون في الاول. اما من بعد المجتمع والنظره ديالو لزينب غادي تخلي ان ادم يشك في داكشي اللي كيقولوا الناس بانه راه بصح تقدر تكون هي اللي قتلت الاب ديالو، هي اللي مور هادشي هذا كامل. وهادشي غادي يخلي ادم يبقى مخربق، والوحيد اللي غادي توقف في الصف ديال زينب اللي هي فرح. فرح ما غاداش تخلي زينب في الازمه هذه، بالعكس غتوقف معاها وغتساندها وغادي تبقى تتعامل هي وادم، وغتخرج هي وياه وغادي تبقى تهتم به. وهادشي كامل زينب وعاجبها الحال. علاش؟ حيت ادم في الاخير كيبغي انه يخرج مع فرح، حيت كتحس بانها كتبغيه وكتهتم به، على عكس زبيده اللي اصلا ما كيحملهاش نهائيا. اما بالنسبه لغيتا فالقضيه غادي تكون عندها صعيبه وصعيبه بزاف، خصوصا انها من بعد ما غادي تفكر انها تطلق من علي، حيت علي حسات به الوجود ديالو غير كيزيد يخلي المشاحنات في حياتها. وكما كنعرفوا بانه غيتا واحد الانسان اللي ما كتحملش الصداع والمشاكل والمدابزات والغوات والخصام، ما عندهاش مع هادشي نهائيا. غيتا توحشت انها تبقى غير هي والبنت ديالها في الدار، خصوصا في الوقيته اللي كان عالي فيها في كندا، كانت كتحس براسها بخير، وهي وافقت على انه يبقى معها عالي ولا تبقى مزوجه به غير على قبل البنت ديالها. حيت صباح في الوقيته اللي كان باها مسافر في كندا ديما كتسول امتى غيجي بابا، واش بابا صونا، واش بابا ما عيطش، هذا هي على قبل الابن ديالها صبرات ليه. ولكن صافي من بعد ما عرفاتو بلي كيخرج معها بنت صغيره اللي هي صوفيا، وصوفيا اللي كان الحلم ديالها انها تولي بطله وتكون عندها متميزه، فكانت كتجيب هي الاولى. ولكن كنشوف بانه هذاك الاهمال ديالها للجري ولونطريمون سببه هو عالي، حيت بصح عقله صغار ولا باغي يخرج معاها ولا باغي يهتم بيها ولا باغي يشري ليها، وهادشي كامل هي كان عندها نقص، يعني ما عندهاش اللي يشري ليها داك الشيء وما عندهاش اللي تهلا فيها. ولكن اون فوا شافت باللي عالي قادر انه يدير هادشي، حتى هي ولات قادرة دير اي حاجه على قبل داك الشيء. وكامل اللي كيدير عالي اي حاجه باش كامل يبقى طايح النيفو ديالو وتبدا تبان صوفيا ديما احسن منه، كامل دار النفس وبغى يبرهن راسو بلا شي مدرب، ولا باغي غير تتيح ليه الفرصه وهو قاد باش انه يوصل للطموح والاهداف اللي دايرهم في حياته. فمن بعد غادي نشوفوا انه غيتا غادي تسمح فيهم بجوج، تسمح في صوفيا وغادي تسمح في علي، وغادي تبقى مكمله غير مع كامل. واخا علي تيقول لها وبقى لك غير تزوجي بيا احسن، هي ما مسوقاش ليه حيت الناس عارفينها وعارفين الاخلاق ديالها وراجلها اللي راجلها ما عارفش بقيمتها، فما بقاش مسوق عليه. ومازال غادي نشوفوا حتى من سهام اللي ما بقاش مع خالد. صافي السيده عرفت باللي بصح السيد ما جاش بوحديته في حياتها، ولا ما كايناش شي حاجه اللي ربطات بيناتهم من غير صحاباتها، ولات كتخاف من صحاباتها اللي يشكلوا عليها شي خطر، باش انهم كيف ما شراو خالد النهار الاول يقدروا يشريوه مره اخرى، وداك الشيء علاش فكرت باش انها تبعد منه وحاولت تنساه. في الاخير غادي يشوفوا انها غادي يبدا يبان ليها شكون اللي كيهتم بيها وشكون اللي كيبغيها، حيت خدات درس في هذا الشيء هذا. فمن بعد ما تاخذ وقتها غادي تلقى باللي بصح سمير اللي هو ولد العائله ديالها، اللي ولد عمها اللي ديما مقابل ليها الشركه، اللي هو اللي هز الشركه على كتافه، فغادي تحس بيه بلي ديما هو كيهتم بيها وديما كيتعامل معاها زوين وديما دير ليها كيف المال قليل. فمن بعد ما عرفات قيمتها عنده كيفاش دايره، فولات كتمشي للخدمه باش تلقى بيه باش تشوف واش هادشي واش بصح ولا غير على قبل، حيت هو خدام في الممتلكات ديالها اللي الشركه ديالها وعندها نسبه كبيره من الاسهم. فغنشوفوا بلي بصح هادشي ما يديروش هو على قبل الخدمه ولا على قبل شي حاجه، ولكن حيت بصح هو كاينه شي حاجه بيناتهم زوينه من الصغر، هما ترباو قرابين لبعضياتهم، هما كانوا حنان في بعضياتهم اكثر. ولكن سهام ديما كانت كتشوف فيه بحال خوها الكبير اللي ما عندهاش، بحال شي حد من العائله اللي كيحميها. ولكن من بعد اتضح بلي العكس، بلي تقدر تكون شي حاجه بيناتهم بجوج، وبصح ولاو كيبغوا بعضياتهم ولاو كيتهلاو في بعضياتهم يخرجوا مع بعضياتهم، وهذا الشيء هو اللي خلى ان بصح
اتهام نجح في حياته. علاش؟ حيت السيد كتلقى فيه في الخدمه، دونك بديت كتمشي للخدمه ولفت الاجواء الخدمه وعلمها كيفاش تدخل بالليل، دير بزاف ديال التقنيات اللي ميدانيا كان خاصها تعرفهم من شحال هذه، ما كانش عندها العقل ليهم، كانت ديما دخلت الرجال في حياتها اكثر، مكونسونطرا عليهم اكثر اكثر من الخدمه والمشاريع ديالها. اما بالنسبه للعلاقه ما بين نبيل وفاتحه، فبصح هاد الجوج هادو طلعوا في ريوس بعضياتهم، ما بقاوش كيحملوا بعضياتهم نهائيا، وجمعهم غير ديك العقد ديال الزواج اللي دايرين فيه. الا مشى حتى طلب الطلاق، نبيل غادي تاخذ نسبه من الاسهم، من النسبه من الممتلكات فاتحه، والا فاتحه طلبت الطلاق ما غادي تاخذ هي حتى شي حاجه. فغنشوف بانه بصح نبيل ما غاديش يطلب الطلاق، وداك القضيه ديال الطلاق اتفاقي وهذا ما بقاش، وهو دابا ولا كيقلب على كيفاش ينتقم منها، حيت بصح السيده ما عطياش نيته وكتخطط لشي حاجه باش تاديه في ظهره. كيف ما كانت غادا دير باش انها ترجع الفيلا ديال نبيل، كانت ترجعها كابيني وكانت غادي تنافسو، وكانت غادي تدي ليه لي باسيون اللي كيجيو الكابيني اللي كانوا خدامين فيه بجوج. فدابا مابقاش كيثق فيها نهائيا، فمازال غادي يكتشفوا ان نبيل عارف الحقيقه ديال فاتحه في الماضي، والعلاقه ديالها مع مهدي، والعلاقه ديال المهدي مع غيتا، هادشي كامل راه كلشي سايق ليه الاخبار الا زينب. وزينب بانت كي الضحيه في المسلسل كامل، ومازال غادي نكتشفوا باللي نبيل غادي يقلب على خطه كيفاش يسكت الفاتحه، حيت نبيل لا لقى شي حاجه اللي غادي يغرق بها فاتحه ما غيرحمهاش، حيت بالصح طلعت ليه فراسو، ديما كتهددو بالضرائب، ديما كتحاول كيفاش تستفزو دي منه الفلوس، وهو غير ساكت ودار بالطم. علاش؟ حيت بالصح هو في الوقيته باش كان كيبغيها كان كيقول ليها كل شيء، كان كيعاود لها على اي حاجه. علاش؟ كان كيعتبرها جزء منه، ولو هو كان عارفها راه تزوجات به، واخا هو كبر منها تزوجات به على قبل الفلوس وعلى قبل باش دير كارير ديالها. بعد ما دارت هادشي هذا كامل، السيده بغات تخرج من العلاقه وتبقى محتفظه بالصوره ديالها والتجربه اللي خدات، وتبدا تكمل بوحديتها. ولكن هادشي اللي نبيل كان باغي يتفق معها عليه، ولكن ملي عرفها غداره ما بقاش باغي يتفاهم معها. مازال غادي نشوفوا بانه في الاخير غيطلع نبيل حتى هو من اكبر الناس في التخطيط وفي التغرق، اللي هو نبيل، حيت بصح غادي يلقى كيفاش يدخل فاتحه للسجن بسبب بزاف ديال الاوراق اللي غادي تسني عليهم فاتحه، وهي ما واعياش وما ضرباش الحساب، حيت غادي يبدا يتحايل عليها عاوتاني من جديد. مازال غادي نشوفوا بزاف ديال الاحداث خصوصا في هذه الحلقه. عفاكم اخوتي، ما تنساوش تكتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات على المسلسل، واهم حاجه الناس اللي وصلوا معنا حتى لهنا خليوا لي القليبات ديالكم في لي كومونتير، وانا غادي نجاوبكم بقلب الكومونتير ديالكم. واللي مازال ما اشتركش معنا في القناه ديال المناسبه، الله يرحم لكم الوالدين، اشتركوا عندنا في القناه، وهذا مكان، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحدين اخرين. وبالنسبه لهذا الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك وفرحونا وشجعونا في التعليقات كي قلت لكم في القليبات ديالكم. هذا مكان، وبسلامه، نشوفوا ان شاء الله في فيديوهات جايين.